ما يخليني اكمل شويه كلامي معاكي على السي بي سي. هتبني قريب ان مش شاء بس الله في الليله دي، ده في حاجه تانية. ان شاء الله. ايه بقى؟ ايه ايه اسمتي قولي. ونصيبي؟ نصيبي نصيبي واسمتك. واسمتك. نصيبي واسمتك. اسمتك طبعا، لان عمرو ياسين المؤلف العظيم بيزعل جدا جدا لما كنا بنتلخبط في الاول. بوجه له تحيه يعني. انتوا طبعا. بتتلخبطوا انتوا بتمثلوا في المسلسل. ايوه الاول كنت انا بقول نصيبي واسمتي، كنت بقول الاول نصيبي، يقول لي انا اسمتك اسمتك ما تعرفيش لغه عربيه، انت ممثله ما تعرفش. فهو دلوقتي بيتفرج علينا، يا بوجه له تحيه طبعا. مع النجمة هاني سلامة، مع النجم الكبير هاني سلامة طبعا، معاكم نيكول ساب. وهو حلقات منفصلة، كل حلقة موضوع، أنا بعمل معاه 3 حلقات. حل. سعيدة جدا جدا بالشغل مع هاني سلامة، وبجد شخصية كده مبهجة طبعا، وسلس في التصوير ومتسامح واللي انا اكتشفته بقى فيه حاجه ما كنتش متخيل، ان هو كوميدي جدا. لا يا شيخ، جدا في انه اللي يشوفه دايما يقول انا قلت انا كنت جد بقول كده، جدا بقول له انت كنت ما بشوفك اقعد اقول عليك جد، وان انت ما بتتكلمش. يعني عايز اقول لك كواليس المسلسل اكتر من رائعه الحمد لله. معانا ناس عظيمه في المسلسل، مع حفظ الالقاب لكل الناس طبعا. المخرج الأستاذ عطية أمين، وكان في جزء من المسلسل إخراج أستاذ علي إدريس. أتمنى إن شاء الله إن الحلقات تعجبكم. أنا بعمل معاه 3 حلقات من أهم 3 مواضيع، ما عملتش حاجة قبل كده بالشكل ده. أنا متفائلة جدا بالمسلسل ده إن شاء الله، فأتمنى إن شاء الله طالما يعجب السي بي سي أكيد المشاهدين هيعمل بإذن كمان الله. مشاهدة حلوة بإذن يا رب. الله أكيد.